الميدان. امام لفائدة الحسنية، انطلاقة من الجهة اليمنى، هذه خطيرة. الهدف الأول الحسنية تفعلها، السويس سيسجلون، السويس سيتقدمون، وفرحة كبيرة لنور الدين القرش صاحب الهدف، يستغل هفوة دفاعية يتمكن من افتتاح باب التهديف، وفرحة الانصار الاكاديرية لتريم الزيغن هنا بعدد تحضر لمتابعة هذه المباراة وتتابع اول هدف في المباراة عن طريق نور الدين القرش. شوف كيف بدأت هذه الكرة، جلال الداودي، وهذه اللمسة من جلال تركها هنا بلمسة غلطت الدفاع، وحارس المرمى بديع الاوك حطها بديع، مرت على جلال، بعد ذلك جاء الدور على اللاعب نور الدين القرش ليفتتح باب التهديف لفريق حصرية اكادير. هجمة سريعة اتحاد طنجة لادراك هدفها التعادل، عموما قد يتألق فيها فهد الحمادي، هذا هو خدو عبد الرحيم اللي وقع في المحظور، ومن سينفذ هو رفيق الجولياتور، رفيق الهداف. ألم أقل لكم بأن رفيق سيعود إليك يا الحمادي؟ هل تواصل تألقك الحمادي أم ستكون الكلمة للهداف؟ عموما وجه لوجه، فيس تو فيس بين الفهد الحمادي والرفيق عبد الصمد، الحكم يصعد لإطلاق الصافرة وإشارة التنفيذ. هذا الرفيق يصعد، الرفيق يتقدم، رفيق رفيق رفيق، هدف التعادل. طنجاوي طنجاوي، رفيق عبد الصمد يسجل هدف التعادل، وفرحة سارة الهركوليس الحاضرون هنا في ملعب يدرير، يصعدون بهدف التعادل لإعادة مرة أخرى. شوف شوف الفرحة الطنجاوية، ودائما معاه الشعار الابدي، انت براسي معاه وهي مع لاباري، والزرقاء شغلالي باري، طنجاوي وراسي عليه، ومزيونا يا العائل، مزيونا يا العائل، هكذا يرددها الطنجاويون، الحارس في جهه والكره في جهه، رفيق بيودو يوضع في الشباك، ومعلاش يا فهد، معلاش كنت متالق، لكن هذه صعبه عليك، جيبه من الشبكه، هذا رفيق الذي لا يرحم، المتواصل من رفقاء رفيق. رفقاء رفيق، نعم هذا هو رفيق. الهدف، الهدف الثاني، طنجاوي طنجاوي يعود من جديد، يتمكن من تسجيل الهدف الثاني لمصلحة فارس البوغاز. أنا ما أقول لكم، الطنجاويون عائدون، الطنجاويون حاضرون، الطنجاويون يضغطون، الطنجاويون يهدفون، هذه عادة الاتحاد، لا يعرف الياس، لا يعرف المستحيل، بعدما كان منازما. أوه يا بكر الهلالي، أوه يا بكر الهلالي، تجاوزت خط المرمى، الطنجاويون يتقدمون من جديد بهدفين مقابل هدف واحد. الحكم احتسب الهدف، نعم احتسب الهدف لفريق. تابع، سنتابع اللقطة وسنتابع ركلة الجزاء، هل تأتي بهدف آخر لفريق اتحاد طنجة؟ إذن سنتابع الكرة، هذا هو عادل مرابط ينتظر هنا صافرة الحكم نور الدين إبراهيم. إذن عادل مرابط يتقدم. خلاص خلاص خلاص، الانتصار لفارس البوغاس
نعم اتحاد طنجة يتمكن من السفر بثلاث نقاط بثلاثية طنجاوية في المرمى الأكاديرية، والفرحة لينصار هيركوليس الزرقاء نعم حاضرة بقوة، والهيركوليس نعم نشيط سعيد بهذا الانتصار، ركلة جزاء ثانية نعم تأتي بالهدف الثالث لفريق حسنية أو اتحاد طنجة. هذه الإعادة تركيز تام من عادل مرابط يمنح هدف الأمان هدف